السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناتنا قناة اللعب الملكي والرويال بلاير. طلب مننا هذا الفيديو كثير مرات، هو افضل استراتيجية لجعل الكرة تضرب المضرب، يضرب الكرة يروحها في البكت بقوة وبدقة تامة. عشان ما نطول عليكم المقدمات، وطبعا اخر فيديو نزلته قبل 20 يوم من تاريخ التصوير، نزلته ب 8/10/2023. الحين اليوم احنا نصور 28/10/2023، وهذا سبب يعني والله ما بي نفسي اني اصور، لكن وش نفعل، كل من في مجاله، ولا سعنا سواء الدعاء لاخواننا في غزو في فلسطين. ونرجع الى موضوعنا الاساسي، كيف تضرب بقوة بدقة تامة. يلا نبدأ، اذا كنت مو مشترك بالقناة اشترك بالقناة ولايك للفيديو. يلا نبدأ. شوف يا صديقي، هذا غلط شائع او تكنيك شائع عند اغلب اللاعبين. ركز على الاعصاب بعد الضربه، ما تجي زين. بس التكنيك الصحيح، ليش يعتبر التكنيك اللي السابق تكنيك خاطئ؟ ليش؟ لانه انت بعد ما تضرب تلف الاعصاب، وهذا يعتبر تكنيك خاطئ شائع عند اغلب اللاعبين. شوف هذا تكنيك صحيح، ركز على الأعصاب. ما يلتف، يعني أنت تضرب تخلي المضرب مكانه. شوف أجين، شوف مكانه العصا، ما يلتف على الطاولة. ثاني شيء، طريقة التسديد أو طريقة تحسين التصويب، أنا أسيها تنزل في البخت الأوسط. مثلا لو جيت تلعبها من الجنب، شوف مثلا إذا جيت تلعبها رقمها كذا، مثلا تقنص الرقم. أنا ضربت الرقم، الضربة خاطئة دي تعتبر. ليش؟ لانه يا صديقي المتابع او عزيزي المشاهد، نفس اللقطه، ايين رقم الرقم الرقم الرقم، شوف بدون الرقم، بس انا يعني للتوضيح، من باب التوضيح بس. شوف اذا هو قصه اخر شيء، تخلي المضرب ما يضرب الرقم، طرف المضرب يدق الرقم. زين انا افتهم لكم، يعني مثلا انا ما اخلي المضرب هذا يدق هنا ابدا، شو ممكن، مستحيل. شوف وين يديها، بس مثلا لو خليته طرف المضرب كذا يلحسها لحس على طول بدقين. شوف رقم، كما قلنا لكم، يعني تتصور ان هنا بكرة وهمية، عاد بتخلي طرف المضرب بس يلحس الرقم لحس. زين زين، نعيد الضربة. هنا الرقم، احنا قلنا انك تخلي المضرب يستهدف الرقم، الكورة كامل غلط، تخلي طرف المضرب يستهدف الرقم، هذا الضربة الصحيحة، لأنها انت تلعبها قصة. زين زين،